برعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز الفائزين في حفل اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته السادسة الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي، محققا رقما قياسيا جديدا بعدد المطايا المشاركة، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية للمرة الرابعة. حمزة بن جد. على مدار 4 أشواط وعلى مسافة 6 كيلومترات اختتم اليوم مهرجان ولي العهد للهجن بمشاركة نخبة من المطايا البالغ عددها 107 مطايا، وسط تنافس كبير بين ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تخصيص جوائز مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 57 مليون ريال منحت لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة والتي سيطرت في يومها الأخير الهجن القطرية على المراكز الأولى في الأشواط الثانية والثالثة والرابعة، فيما تمكنت المطية مدهال في الزمول عام لملكها السعودي حفيظ سعيد المري من تحقيق المركز الأول عن الشوط الأول. ليس الفؤاد محل شوق وحد شوقك وحده، كل الجوارح في هواك فؤاد، سلام 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 يبقى هنا في المملكة العربية السعودية مع حفيظ بن سعيد بن ناجي غفراني المري، من حضر مع ميدال وخطف بندقية الزمول. بهذه هي المناسبة رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الشكر والامتنان للقائد الملهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رعايته لهذا المهرجان، والذي يؤكد على الدعم المستمر للقطاع الرياضي بشكل عام واهتمامه برياضة الهجن العريقة بوصفها موروثا أصيلا يجسد جانبا من ثقافة المملكة العربية السعودية، وتعد خير تتويج للرياضيين عامة ولمحبي هذه الرياضة على وجه الخصوص. النسخة السادسة من هذا المهرجان شهدت تسجيل رقم قياسي جديد جعل منها الأكثر تسجيلا للمطايا المشاركة في أشواط المهرجان، حيث بلغت 21,637 مطية، ليدخل بذلك مهرجان ولي العهد للهجن موسوعة جينيس للمرة الرابعة، حيث تسلمت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفة أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم. تأتي إقامة النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد تزامنا مع تسمية عام 2024 بعام الإبل، وتجسيدا للقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء المملكة، وتأصيلا لمكانتها الراسخة وتعزيزا لحضورها المحلي والدولي بوصفها موروثا ثقافيا، ولتوفير منصة علمية للباحثين والمتخصصين المحليين والدوليين لتبادل المعرفة وتداول الخبرة وعرض أهمية الإبل الشعبية ومنتجاتها واستخداماتها الطبية وأبرز الصناعات المتفرعة عنها. حمزة بن جد، صدى الملاعب. هي أنا شخصيا تشرفت أني حضرت أكثر من مهرجان للإبل، جهد خارق، جهد كبير، تنظيم رائع حقيقة. يعني المملكة العربية السعودية تنطلق بقفزات برؤية 2030، رؤية الملهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن تحافظ على التراث، تحافظ على التقاليد، تحافظ على الموروث. والحقيقة الاتحاد الهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي عم بيبذل مجهودات كمان كبيرة، وشفنا كيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمرة الرابعة. بما أنك بالطائف عبد الله بن زنان، ما بعرف إذا حضرت ولا لا. لا طبعا حضرت اليوم يا ابو كرم المهرجان، ما هو اليوم فقط، حضرت عدة ايام متتاليه في المهرجان، وشاهدت بصراحه يعني بام عيني بعض التفاصيل
العجيبة الغريبة في هذا المهرجان صراحة في عمل وفي مجهود كبير جدا. تخيل 689 شوط وقيمته خلال من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر، يعني هذا رقم يعني قياسي بالنسبة لعدد الأشواط. صراحة كل الشكر لاتحاد الهيجن، كل الشكر طبعا للأمير عبد العزيز الفيصل وللأمير فهد بن جلوي وفريق عمله، الأستاذ محمد البلوي أبو صقر وكل اللجان العاملة في المهرجان. نعم. أيضا أبو كرم الفعاليات المصاحبة للمهرجان من موروث شعبي، من برامج ثقافية، من لقاءات، من حضور للسفراء والقنصليات، هذا أمر منفرد. يعني العلاقات العامة والإعلام في اللجنة العليا للمهرجان قامت بدور كبير جدا، التركيز على التفاصيل الصغيرة في كل شيء كان بشكل إبداعي يا أبو كرم. وأهني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره ويحفظه على دخول هذا المهرجان موسوعة جينيس للمرة الرابعة. وشكرا للأمير سعود بن مشعل لحضوره وتشريفه، والأمير سعود بن نهار محافظ الطائف. والأمير عبد العزيز الفيصل والأمير فهد بن جلوي الله يحفظهم جميعا، وإن شاء الله المملكة من تقدم إلى آخر بإذن الله تعالى. بندر، طبعا ما في شك كمواطن سعودي أشعر بالفخر والاعتزاز لما يعني كرياضيين ما وصلت له الرياضة في المملكة العربية السعودية من دعم لا محدود من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ومن سمو سيد الأمير محمد بن سلمان. لا شك أن هذا المهرجان بالنسبة لنا يكفيه فخرا واعتزازا أن يحمل اسم سمو سيد الأمير محمد بن سلمان، نسمى مهرجان ولي العهد للإبل وطبعا للهجر. إحنا اللي قاعد نتكلم عنه أبو كرم كفخر واعتزاز أن نكون موجودين في هذا المهرجان وندخل لموسوعة جينيس اليوم في عدد المطايا. أبو كرم الرقم اللي قاعدين نتكلم عنه رقم كبير جدا، نتكلم عن 21,637 مطية موجودة في هذا المهرجان، رقم كبير جدا في هذه المسابقة. أيضا كذلك الأهداف أبو كرم، أنا لما نظرت للأهداف هو تعزيز الموروث، العمق الحضاري، يعني رغم تقدمنا ولله الحمد في شتى المجالات إلا هناك تمسك بالموروث الشعبي الأصيل. في السابق كانت شريحة معينة تتابع مثل هذه المهرجانات، اليوم هذه الشريحة تزداد، يزداد المتابعين. التنوع في مثل هذه المهرجانات، كمواطن سعودي فخور جدا بما يقدم، وبإذن الله المملكة العربية السعودية من قمة إلى قمة إن شاء الله يا رب.